السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم فضيحة من العيار ثقيل، وين الإعلام التونسي يقوم بتفليق أكاذيب حول حقيقة اعتداء الجماهير الوداد على جماهير الترجي، وحقيقة أن المقطع يعود لسبع سنوات. يعني مشاهدنا يعني وين أرادوا في المطار يعني تاع قرطاج، يعني وين لافتة وهي الدم لا يغسله إلا الدم. وإحنا نعرفوا باللي هذو التوانسة يعني دائما وين يعتادون على الفرق العربية، يعني يعتادون، يعني يعتادوا على الجزائر، على المنتخب الجزائري، يعني في 2004 في الصفاقس ما ننساوهاش، يعني ما نساوهاش. الامن التونسي والشعب التونسي، يعني الناس اللي راحوا فما قال لك ولاو مسكاني ولاو يقيسوا علينا في المحامي ولاو يقايسوا فينا، يعني ما ننساوهاش. وزيد يعني الانديه الجزائريه، الويد، السير بي، جياسكا، قسنطينه، لامسيه، لياسما، يعني دائما ويتلقاو صعوبات، يعني دائما ويتلقاو صعوبات، يعني واعتداءات وحشيه، ما يبغوش يوروا تاوعنا. اليوم هما يعني باش يبرئوا ارواحهم راحوا جابوا يعني مع الوداد جابوا فيديو راه فيه سبع سنوات، هذاك الفيديو سبع سنوات رايحين يهلكوا في الناس ومنوا اعتداءات على عيب عليكم. عيب عليكم على بالك، ولا عيب، حرام. اصلا حرام هذا الصوالح، اصلا حرام حرام، والله لا حرام. راهي وين يراسلوا والتهديدات الإلياس الشتي، راه إلياس الشتي ما راحش مع الوداد، اختو كيفاش؟ عيب عليكم اعتداءات وحشية، أنا نقول الله داري شك درت عليها فيديو نهار الحد، إيه بصح ما قلت أنا ما كاش منها، وهدرت مزية هدرت، قلت له ما كاش منها هذي، ماش هاد الناس زعما حاجة صح هكا ولا اعتداءات والناس مضربة ولا ما كاش، ما كاش كاع. جايب لك تصويره، جايب لك داير لك منها، داير لك، عيب عليكم على بالك، والله لا عيب عليكم. يكذبوا يعني في الكذب تاعهم، قال لك الجماهير تاع تونس مدخلين علباوات تاع فلسطين، والشرطه تاع الملعب تاع في الملعب محمد الخامس يقلعوا له في العلماوات تاع فلسطين. على تكذبوا، اش عندنا استاد معمر في علماوات تاع فلسطين؟ الوداد كاع رابدين علماوات تاع فلسطين، سبحان الله. الوداد قاعد يبدين عند مواد تاع فلسطين، يعني حاجة تشوف فيها انت، تشوف فيها قدامك وما يجو يجو، سبحان الله. هاي لا وين راهي، هاي لا، هاي لا، ما ناس يكذبوا عليكم، هاي لا وين، هاي لا تاع فلسطين، هاي الوداد، هاي لا وين راهي، هاك تشوف فيها، هاي لا وين راهي، هذا فيديو عندي، هاي لا وين راهي، أنا تاع فلسطين. دعوة انتوما عيب على بالك، يعني والله لا معلقينها نورمال في الستاد على تاع فلسطين، عيب صوالح هذو. وين اعتداءات 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 يا ودي، وين راهم اعتداءات؟ شاهدنا اعتداءات، انا نهضر لي اعتداء تاع الاخر تاع اللي داروه، كي يسموه اللي داروه، اللي داروه كونتر اعتداء على تاع اليوم، هذاك هو اعتداء، هذاك تهدر نهدر معاه نقول لك اعتداء. عيب عليكم هذا الصوالة، والله لا عيب عليكم، انا نقول لكم اعلام صعيب، اعلام تاع فتنة، اعلام تاع فتنة، انا نقولها لكم ونعاود. وين اعتداءات خطيرة، اعتداءات منا، اعتداءات يعني تربو غادي نتوما كاع عم تضربوا في الغاشية. هيا لهنايا شنو قال لك؟ يوم تعرضت جماهير تونسية تشجع نادي ترجي التونسي لاعتداءات وحشية وخطيرة في المغرب على هامش تواجدهم في المباراة التي تجمع فريقهم ضد نادي الوداد البيضاوي. وتنقل الرواد منصة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر أثر تخريب على الحافلة المشجعين التونسيين أكدوا تعرضهم لاعتداء بالحجارة من ممثل، يعني من اقتحموا الحافلة بعد إجبارهم على توقف مدججين بأسلحة بيضاء وقاموا بنهب الأمتعة أنصار ترجي بما فيهم جوازات سفرهم. وذكر أحد المشجعين في تصريح
لأنه تم اعتداء عليه بالسيوف والشماريخ والحجارة وسلبوهم بعض من ممتلكاتهم، مشير إلى أن هناك من فقد جواز سفره واتجهت أصابع اتهام في قضية الاعتداء الذي تعرضت له. الحافلة كانت تقل عدد من جماهير الترجي الرياضي التونسي أمس السبت في دار بيضاء، إلى أفاد منتمين إلى مجموعة الأطراس مشجعين نادي الوداد المغربي. والله لا تكذبوا بزاف، قال لك: وعبر الترجي الرياضي التونسي عن مساندته المطلقة لجماهيره والوقوف إلى جانبهم، وأكد الفريق التونسي أنه رحل يعني أنه رسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعلامه بهذه الحادثة، مطالب بضرورة اتخاذ تدابير لازمة للحفاظ على سلامة الجماهير، كما طلبت الكونفدرالية الإفريقية والمشرفين على المسابقة الدوري الإفريقي بحماية أنصار الفريق عند التحول إلى الملعب وأثناء مقابلة والتأمين خروجه من الملعب إلى حين مغادرة التراب المغربي تجاه تونس. والله لا دعايات، هاي هذا كانوا مجدين هما، شوف كانوا مجدين، شوف هاي هذه يوم الاثنين كانوا مجدين: الدم لن يغسله الا الدم، تشك تشك طز. اولا قول لك شغب واحداث داميه بعد يعني مباراة الرجاء والحاسمية، هذه هي تاع الأخرى تاع ليسرات، هذا فيديو قديم تاع شعلت بين الحاسمية والرجاء، يعني أنصار هيا لقى لك شاغب وين راهي في راهي في سبع سنين، راهي في سبع سنين هذه. هاي الشاغب واحداث داميه بعد مباراه الرجاء والحاسميه، هذا تاع تاع كيسموها تاع هاي لا وين راهي هذه هاي هاي لا هذه تاع الكار هذه، يعني هذه في سبع سنين، هذه اللي تبع مليح في سبع سنين، سبحان الله. هاي بانك 2018 هذه راحوا جابوها الاعلام التونسي يقوم بتفليق اكاذيب حول حقيقة اعتداء الجماهير الوداد على جماهير الترجي، والحقيقة أن المقطع يعود لسبع سنوات. حرام عليكم، في تلامشي مليعة وزراري دخلوا يتفرجوا الناس تلعب، نقول لكم الله عيب عليكم، انا نقول لكم ولا هما شا دايرين هيا لا وين على بالك بلي بعد تهديدات وشاهدنا الياس شتي من دخل التوانسه في السطاد ولا يعايروا فيه، الياس شتي الجزائري اللي يلعب مع الوداد المغربي رياضه، هذا رياضه نقولوا انت خائن، رياضه هذا الياس شتي يلعب يعني رياضه، كاين بزاف لاعبين مع لاعبين جزائريين هم يلعبوا في المغرب نورمال عادي، كيما واحد راسلني يعني قال لي احمد قال لي الرجاء راه يتفاوض مع عبد الحق بالشيخه باش يجيبه، فانيك مليحه فانيك مليحه سبحان الله. وين خرجت هذيك البقره، هذيك البقره تاع الحليب تعاير في عبد الحق بالشيخه وتقول له انت مغربي ولادك في مغرب ومنا ومنا، شوف الناس كيفاش يتهموا غاشي وعندهم عادي، انتم تتهموا الغاشي نورمال، شو كيفاش على هذيك الامور هذه اللي غادي
ناس هي واقفه فيها الكذابين هذو، ما تكذبش حرام عليك تعايروا الناس. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.